خليني أخذ مكالمة من الأخت فريال من المملكة المتحدة. أهلا وسهلا أخت فريال. أهلا بك أخي نزار، سلام ونعمة المسيح معك، ونشكر الرب على هذا البرنامج اليوم الرائع الرائع جدا. الرب يباركك ويباركك ويباركك أخي 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 العزيز نزار، انه حضرتك ذكرت انه الكنيسه ليس البنايه وانما جماعه المؤمنين وجسد المسيح، وفعلا يا اخ نزار انا فقط احب ان اقول لمن هدموا الكنائس داعش والارهابيين في العراق وغيرها سوريا وغيرها من الدول العربيه، كانوا يعتقدون بان الكنيسه البناء، لكن لا لا هم متوهمين، الكنيسة هي جماعة المؤمنين. هدموا الكنائس نعم، هدموا الأبنية أقصد نعم، لكن ما يستطيعون أن ينتزعوا محبة المسيح، إيماننا بالمسيح الرب يسوع المسيح له كل المجد، وأيضا لا يستطيعون أن ينتزعوا محبتنا لهم وصلاتنا لهم من أجل خلاصهم. فهو هذا المهم، ما المهم الأبنية، احنا بناء ينهدم يتحطم نذهب الى بناء اخر، نجتمع في البيوت نجتمع في اي مكان ما يمنعنا هذا. وانا احب فقط ان اقول هاي الآية الرائعة من رسالة بولس الرسول الى اهل الرومية اصحاح الثامن عدد 38، فاني متيقن انه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلية ولا علو ولا عمق ولا خليقة تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. فنشكر الرب على الإيمان، ونشكر الرب على الإله اللي هو يقوينا ويشددنا بالرغم من كل الظروف وبالرغم من ما يفعله إبليس إلى هذا الدهر قد أعمى عيونا، لكن إحنا الرب يسوع في قلوبنا ومحبته في قلوبنا ما يسمنا أي شيء. شكرا والرب يباركك. الرب يباركك الرب يباركك. ذكرتيني في شيء يا أخت فريال، الله يباركك الله يخليكي. ذكرتيني أنا كنت من كم سنة بالفترة يعني على طول كنت في الرقة بعد ما هزموا داعش، طلعت كان في كنيسة مهدومة، كنيسة مبنية جديد، كنيسة حلوة حلوة، بعتقد يمكن للأرمن، كنيسة الأرمن مهدومة، وجايين هيك بعض الجماعة حوالي اللي عم بيشرحوا لي شايف كيف هدموا الكنيسة، وأجتني نفس الفكرة يا أخت فريال، قلت هدموا المبنى لكن الكنيسة بعمرها ما رح تنهدم، لأن الرب يسوع قال أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها، ومكتوب في أفسس 5 لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة. يعني الكنيسة مش مهزومة. أنا اليوم الرسالة أنا بحاول يعني أوضح أنه في عنا دور، في عنا إرسالية. أنا شفت نوعيتين من الناس، ناس عايشة للماضي وأمجاد الماضي، والناس والمجموعة الثانية عايشة للمستقبل ومنحلل كل التحاليل السياسية والدينية والاجتماعية في هذا العصر كأنه الأمر خلينا في الحاضر. ألم يقل الرسول بولس الكنيسة هي بناء الله؟ شو يعني بناء الله؟ أنت وأنا فلاحة الله. في مسميات كتير للكنيسة، بس أحلى اسم هو جسد المسيح وعروس المسيح.